السلام عليكم، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، صحة رمضانكم كل عام إن شاء الله يصيبكم بخير. اليوم كويزين لابير راح تقدم لكم وصفة البوراك المحبوبة عند الجزائريين. اللي ما تخطيهمش في الطابلة، 30 يوم 30 حبة بوراك، وبصحتكم إن شاء الله. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وما تنسوش فعل الجرس وجيم. نبدأ في المقادير سهلين. عندنا هنا يا المعدنوس، الزيتون مقطع، أنا خيرت لي فيها الطرشي هذا وفي غيب الطرشي بالفلفل ها، وعندنا فلفل الكحل والملح، وعندنا بيونداشي لحم مفروم، تحبوا تاع الدانت، تحبوا تاع الدجاج، ولا تحبوا تاع الغنم. وعندنا بصلة كبيرة مفرومة، وعندنا هنايا الموزاريلا، أنا نحب نديرو بالموزاريلا باش يجي ذايب ماشي كيما فخوماج بلون، أنا يعجبني بالموزاريلا، وكل واحد كيفاش يحب، كل واحد الذوق تاعو كيفاش يحب الطيب. هادو هما المقادير، وعندنا الزيت هادو هما. دوك نبداو في الوصفة، نبداو نديرو الوصفة. نديرو البصل تاعنا On ajoute un peu de cannelle, l'oignon râpé, poivre noir, et un peu de sel, fafel akhal, qurfa, والملح, basla mafrouma, ou zeyt, et on va nضيفو اللحم تاعنا. اللحم المفروم كواسون غرام مليون داش، نقلوهم كاع مليح، ديرو هكذا باش تدخلو التوابل. نضيفو المعدنوس، persil، une demi boîte de persil، نصف ربطار معدنوس، نخلطوهم مليح، نخليهم يتقلاو غير في الزيت، ما نديروش الماء، يطيب غير في الزيت، ما نضيفوش الماء. كي قريب يطيب لنا اللحم او قريب يطيب اللحم المفروم، نضيفو له الزيتون. الزيتون انا ما نغليهش، نخليه هكذاك، والملح ما نديرش بزاف باش يطيح معاه سواسوا، خاطش نخليه يطيب معاه باش يطلق لي الملح. ما تكثروش الملح الا ما تغلوش الزيتون، ولا تغلوه ديروا الملح نورمال هكذا، يجي روعه مع هذاك الكو تاع الطرشي اللي فيه تاع الفلفل، باسكو فيه الفلفل هذا الزيتون. نخلوه يزيد يطيب واحد 4 ساعة باش يطلق الملح تاعو ويطلق الكو البنة تاعو الزيتون، باسكو الزيتون الا تغلوه تروح له كامل البنة تاعو، تبقاو تشوفوا فيه غير هو خضر والقو ما كاش. هذا هو. وبعد حين بعد ما طابت لنا البيونداشي تاعنا، قطعنا الموزاريلا، هاي موزاريلا قطعناها طرف هكذا طويل. نبدأ الورقه تاع الديول تاعنا، ورقه تاع الديول نعمرو من هذا، نديرو هكذا نعمروها شويه باش تجي بنينه، نحطو الطرف تاعنا تاع الفوماج ونغلقو هذا الكوتي، ونزيدو هكذا
باش ما ينحللناش وما يخرجلناش الفرماج. بعد اللبوه ونزيرو اللبوه ونزيرو، ديرو سبعتينا هكذا وانا نزيرو، نغرقوها لفوها مليح. هاي كيفاش تجي الحب. وكي تروحوا تقلوها تحطوها، ما كلها نديرو هنا بياض البيض ولا فارينة والماء ولا، حطوها ديركت في المقلاة هكذا. كي نحطوها بهذه الطريقة ما تنحلش، ما كلها لصقوها بالبيض. ولكم انا الطريقات تاعي اسهل ونكملوا بي فيه، ما نبقاوش كل دقيقة نعاودو نخدمو. هذا هو، نزيدو لكم واحدة هاي هذه الورقة، نديرو اللحم المفروم تاعنا مع الزيتون والبصل، ونزيدو الموزاريلا، نغرقو هذا الجنب وهذا الجنب هكذا، نديرو يدنا هكذا باش نحبطوها مليح، نزيدو نلفو هكا واللو، حبطو بيدنا هاني نلف واللو 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 ها هكذا، وتوجور نحطوهم على الجهة المحلولة هذي. ها نحطوهم يتحطو نورمال هكذا، تقلوهم بهذا الجهة ونكملو قاع ديول تاعنا ونولو ليكم نقلوهم. بعد ما وجدناهم دوك نجوزو نقلوهم، نحطوهم توجور على هذا الجهة اللي محلولة، نحطوهم هكذا هكذا هكذا، ونزيدو الطريقة كامل كيف كيف هكذا للتحت ونحطو، ما ينحلو ما والو، ما ينحلوش ها يلصقو هكذا ها. والنار تكون متوسطة، نديرو زيت في المقلاة ونقلوهم، ما نكثروش الزيت، نديرو غير شوية لتحت ونبداو ندورو فيهم باش ما يشربوناش الزيت. هذه هي الطريقة سهلة. ما نكثروش الزيت، هذا هو ديروه غير في القاع وتقلوهم بهذه الطريقه غير يتحمروا يولوا هكذا دوغي، نحوهم وديروهم في الورق بابي ابسوربون يشرب لكم الزيت، ونقدموهم بالقارص في الليمون. بعد حين ها طاب البوراك تاعنا، طيبناه بيان دوغي ذهبي، وشوفوا كيف ما تنحلش هذه الجهه توجور لتحت كي تبداو تطيبوا. وهذا هو، وزيناها بترونش تاع قارص ليمون. وإلى الملتقى إن شاء الله.